قدوم العيد دائما بيكثر التخبيص بالاكل كنا عم نحكي تحت والحلويات والاكلات الشيء عند الكبار والصغار، لكن الكبار يمكن عندهم شويه كنترول بالسيطره على بعض الامور، الصغار عندهم مشكله. دائما بنقول مثل شعبي زايد اخ ناقص، بصير في يمكن بعض المشاكل بتناول الحلويات او بعض المأكولات خاصه عند الاطفال الصغار. اليوم بدنا نحكي مع الدكتوره لمياء البضنا عن هالتفاصيل، اكيد اخصائيه بامراض الاطفال. كل عام وانت بخير ويسعد صباحك. انت بخير، انتم بخير، واطفال بلادنا كلهم بخير. يا رب يسعد صباحك دكتوره. نعم نحكي تحت الهواء قديش يمكن الحلويات هي نقطه ضعف كل الاطفال. تمام. فوعلى العيد بتكثر المناسبات والزيارات، العشوائيه باكل الحلويات والحلوى للاطفال قديش فعلا بياثر على صحتهم، لانه السكر اساسا مؤذي بشكل عام. خلينا نحكي عن هي العشوائيه وقديش فينا نضبطها كاهل، لانه دائما بتكوني حاطه نظام معين لاطفالك. تمام. وبيجي حدا من العيله بده يخرب لك كل هذا النظام. تمام. هلا مثل ما قلتي نحن خلصنا رمضان، كل عام وانتم بخير. بلشنا باول ايام العيد. هلا اول واحد بينصاب بالصعقه بالمفاجاه هو جهازنا الهضمي. تمام. الجهاز الهضمي خلال شهر تعود على نوع معين من الطعام، تعود على وجبه او وجبتين على وقت معين. يعني نحن مهما عملنا تشكيل بوجبات الافطار برمضان، بس اكيد بيبقى في شيء تحديد مو مثل قد اللي بنتناوله بالعيد. فالجهاز الهضمي ينصاب بمفاجاه انه نحن كنا على نظام معين وبلشنا من اول يوم العيد، بقى يعني اختلفت الوجبات واختلفت الكميات واصبحت فعليا كميات لا محدوده. هلا اول غلط غذائي بيوقعوا فيه الامهات انه بينسوا يعطوا وجبه الفطور الصباحيه اول يوم العيد اللي هي كثير ضروريه. اكيد هن كانوا عم يعطوا اياها برمضان، بس بجوز تخف كمان على نظام الصيام. حتى بالنسبه للكبار ما لازم ينسوا وجبه الافطار الاساسيه الصبح، ببلشوا مباشره بالحلويات وبالمواد الدسمه. الشيء الثاني هي العادات الاجتماعيه اللي هي حلوه الصراحه عندنا بالعيد، ببلش زياره الاقارب وتبادل الزيارات، وفي مصطلح يعني في فهم عنا انه نحن كل ما حبينا الطفل كل ما بنكافئه اكثر بالحلوى. مع كل اسف عم نحاول بهاللقاء بلقاءات كثير قبل انه نخفف، انه لا تخلي مكافاتك للاطفال بالحلوى. الحلوى براقه بالنسبه للاطفال، طعمها حلو، كل شيء حلو الواحد بيحبه من ضمن الحلويات. الشيء الثاني الشركات اللي بتصنع الحلويات خصوصا للاطفال منتبه كثير لهالنقطه، كيف بتزيد الملونات، بتزيد الصبغات، بتعمل اشكال. كلياتنا بنعرف انه صار في شخصيات كرتونيه بحبوها الاطفال، ماني حافظه كثير، سبونج بوب وكثير شغلات. صارت الشركات حتى بتحاول انه تصنع اشكال حلويات موافقه للشخصيات اللي بحبوها الاطفال. فهو اول شيء بشوف الشخصيه الكرتونيه اللي هو حبها بدون ما ينتبه للطعم يمكن. فالمدار هون اول شغله هي بيقولوا انه أسوأ اختراع اخترع هو المصاصه بالبشريه، لانه هي اسرع شغله لتسوس الاسنان. تمام. فيها شغله كثير منيحه انه هي عباره عن ثلاث خطوط. تمام. تمام. فيها شغله كثير منيحه انه هي عباره عن عود، يعني الطفل ما بيتشردق فيها، بس يعني بنفس الوقت هي كثير شغله مضرة. سريعه جدا لتسوس الاسنان. طبعا اللي بيجي بعد منا اسرع هي الحلويات الطريه مثل ما بنقولها نحن الكراميل او الجمي. هي ميزتها انه او سيئتها انه بتلتصق مباشره بالاسنان، يعني البكتيريا بتلاقي بيئه كثير منيحه. نحن بنعرف انه كل ما التصقت الحلويات او المواد السكريه بالاسنان البكتيريا لقت بيئه كثير مناسبه، لانه البكتيريا تتغذى على السكريات، بتبلش بتاكل من الاسنان، ببلش نخر الاسنان ويكون سريعا، وخاصه بهي الحلويات اللي بتلتصق على الاسنان. وعاده الطفل ما عنده قدره انه ينظفها، حتى لو نظفها بتبقى في قطع صغيره من الحلويات موجوده على الاسنان. هلا النمط الثالث من الحلويات اللي نحن كثير بنخاف منه هي اللي اسمها الحلويات الصلبه، يعني قطع السكاكر اللي هي معنا كراميل. هي سيئتها انه قد تحمل خطر الاستنشاق فيها والاختناق. مع كل اسف نحن بفتره العيد اللي كثير حلوه كثير بنلاقي من قصص الشردقه والاهل اللي راكدين على المستشفى الطفل تشردق. فالحلويات الصلبه اساسا ممنوعه تحت عمر الخمس سنين، تحت العمر اللي الطفل قادر انه يمضغها بطريقه منيحه ويبلعها او يكسرها باسنانه، لانه مثل ما قلنا هي خليني اقول هديك عملت تسوس اسنان اوكي، بس هي حتعمل لي خطر صحيح. استنشاق واختناق، وكثير من الاهالي ما بيعرفوا الاسعافات الاوليه للاختناق. المشكلة فيها أنه قد تدخل بالحنجرة، الحنجرة هو الطريق الأول، يعني المدخل الأول لطريق الهواء، فلما السكاكر بتعلق بالحنجرة معناته صرنا عم نحكي على اختناق شديد. هي نقطة بدنا ننبه عليها الأمهات، أي طفل لقيتيه عم يلعب كان بالعيد أو عم ياخذ حلويات ولقيتيه مباشرة صار عنده نحن بنقول له صرير، يعني
صار يشهق بشكل سكر كثير واضح، ضاق نفسه، انتبهي انه ابنك تشردق، ممكن يكون بالحلويات، ممكن يكون بالالعاب الصغيره. كيف هي تتصرف الام بهي الحاله اذا صار عندها؟ هلا بهالحاله اما انه بتعمل عده ضربات على البطن، او انه بتدير الطفل بتحط بطنه على ايدها وبتعمل 6-7 ضربات على الظهر لحتى تحاول انه تطلع تخرج الجسم الاجنبي. ما بيصير انه الام تحاول ابدا تحط ايدها ببلعوم الطفل تحاول اخراجه جوة، لانه ممكن انه تدخله جوا او تزيد وزمه الحنجره. وفي حال حست انه ما بتقدر تعمل شيء تراجع اهم اقرب مركز. بس اهم شيء تنتبه انه اي تغير بلحن الصوت او اي صرير صوت شهيقي غير واضح، طفل ما كان عنده شيء، ما كان عم يصعد، لازم تنتبه انه ممكن يكون تشردق. فاذا المشكله هي الاساسيه بالحلويات. المشكله الثانيه انه مثل ما قلنا العيد ما عليه ضابط ولا رقيب، فالاهالي بيفتحوا المجال. حتى لو مثل ما قلتي كانوا الاهالي مسيطرين، هلا عم تقليلي انت بتكوني مسيطره شوي على بنتك، بيجوا شوي الاقارب يعني، وهذا الشيء موجود بكل العائلات انه ببلش الحلويات. احيانا كمان نحن كبالغين بتبادل زيارات نجبر الصراحه من باب الكرم والضيافه، بتعرفي هون يعني نحن عندنا انه كل ما بتحبنا كل ما بتاكل اكثر، احيانا نحن ككبار نجبر حتى على تناول كميات اكثر من الحلويات مثل ما نحن كنا بدنا. هلا سيئتها على الاطفال انه اخذ كميه كبيره من الحلويات، هي ما اعطته لا بروتينات ولا فيتامينات ولا دسم ولا اي شيء، هي اعطته بس كالوري، اعطته بس طاقه. طيب الطاقه لحالها الكالوري بدون مواد مغذيه هي لها تاثير عليه. الشيء الثاني انه حتعطيه احساس كاذب بالشبع، يعني الطفل اذا اكل قطعه جاتو ولا كم قطعه معمول او حلويات معناته صار عنده احساس كاذب بالشبع، ما بقى يقدر ياخذ الوجبه. بتطلعي الطفل من الصبح للمساء فعليا اكل وجبه صغيره واكل كميات هائله من الحلويات. هي على المدى الطويل حياخذها الطفل عاده، لو قلنا انه سمحنا له بالعيد بعد العيد سيكون صعب السيطره عليه. مع الوقت الطويل ستؤدي للسمنه لانه هي بس حريرات وبدون مواد مغذيه. الشيء الثاني المرعب بالحلويات هي المنكهات والملونات التي تضاف. مثل ما قلنا كل ما كانت الملونات اكثر كل ما كان جذب الاطفال لها اكثر. الحلوى اللي لونها ابيض مو مثل اللي لونها اصفر واحمر واخضر، لانه بشكل عام الالوان تجذب الاطفال، والشركات اللي بتصنع الحلويات تعتمد على هالنقطه. طبعا اكيد في ضوابط غذائيه، في تشريعات معينه من هيئه دستور الغذاء، من هيئه الغذاء والدواء بامريكا، في ضوابط معينه لكميات المواد الملونه، للطحات، لكميات المنكهات، لكل شيء. ولكن مع بعض الشركات اذا ما كان في عندها رقيب، ما كان في رقيب كبير وما كان في رقيب من جوا كضمير، فهي تصرف بوضع بعض الملونات والمنكهات اللي بيكون لها اثر سيء على الطفل. واحدة منهم الكافيين اللي ممكن انه كثير يزيد من نشاط وحركه الطفل وفعاليته. الشيء الثاني اذا كانت منكهات والملونات ليست تحت ضوابط ولا مسموح فيها للاطفال، لو انه كثير بتاثر على اداء الطفل المركزي على المدى الطويل. هالنقطه بدنا نحكيها لانه استهلاك الاطفال للحلويات مو بس بالعيد، بشكل دائم. صحيح. تمام، فبتأثر كثير على أداء الأطفال، ممكن تعملهم فرط نشاط، ممكن تعمل نقص بالتأثير على الأداء المدرسي. لو أنه كثير كمان استهلاك بعض الملونات هي والمضافات ممكن مع الوقت الطويل تأثر على الجهاز المناعي للطفل، ممكن أنه لأنه الشركات بتكون حاطة ضوابط، بس في كثير من الناس بالطرقات بتبيع أو هدول الملونات. تمام. لا في ضوابط، لا في مشرف عليها، بتلاقي فهي كمان بتلاقي الأطفال بيستهلكوها بشكل كثير كبير. ومع كل أسف حتى غير يعني حتى غير اللي بينباع بالطريق، في بعض انواع حلويات بتنباع سيئة. اذا لاحظتي مو مكتوب عليها دائما كل المواد المضافه، كثير احيانا ما بيكون مكتوب عليها كل المواد المضافه، فهي نقطه كثير بدنا ننتبه لها. نحاول قدر الامكان انه نبعد عن الحلويات اللي كثير ملونه، تمام، او فيها كثير نكهات. من الحلويات هو يمكن موجود احسن شيء هو الشوكولا، لانه معروف الشوكولا بتاثيره الجيد للطفل، معروف انه بتاثيره المنيح اللي هي خليني اقول انه اقل ضرر من الحلويات، وخاصة إذا ما كان مضاف إلى نكهات كثيرة. نعم، يعني دكتورة كمان في كثير من الأمراض أو الوعكات الصحية اللي عم يصابوا فيها الأطفال غير يمكن مثل ما قلنا التخبيص بالأكلات والحلويات. تمام. الموجودة أو الأشياء المكشوفة، لأنه الأولاد لما يروح يعيدوا الأهالي أحيانا ما بيكونوا مواعينهم شو الصح وشو الغلط. طبعا تفقد الرقابة بالعيد أكيد. تماما. طب خبرينا اليوم في كمان تباين بدرجات الحرارة، عم لاقي بعض الأطفال عم يصير عندهم إسهال، القياء، تغير بالطقس، حتى بيقولوا لها تشويبه او شيء. فخبرينا كمان عن هي القصه، شو سببها، شو لازم تعمل الام، لازم تتبع حميه معينه تمنع عنه الحلويات اذا صار معه هيك. هلا طبعا الانتانات المعويه او الاقياءات والاسهالات هي امراض الصيف، لانه مثل ما قلنا
صار في مشاوير كثيره، صار صحيح. في مطاعم، صار في تناول اكثر للمغذيات. يعني يمكن نحن بشهر رمضان شفنا اقيئات واسهالات عند الاطفال اكثر من الكبار، يمكن لانه صار في تخبيص اكل وعده مواد غذائيه صحيح. مع بعضها وسوائل، ونفس الشيء هذا حينسحب على العيد. الاطفال الكبار اللي عمر 10 11 سنه اللي حيسمحوا لهم الاهالي انه يطلعوا لحالهم برات البيت حيرتادوا المطاعم، حيرتادوا مطاعم الوجبات السريعه، رح ياخذوا بكميات كبيره، حياخذوا كميات غير مدروسه، فكثير بدنا ننتبه لهالنقطه. اول شيء بنحاول دائما نقول انه ناخذ الشغلات المشويه اكثر من الشغلات المقليه، نحاول نبعد عن الشغلات اللي فيها بيض مثل المايونيز وهالشغلات، لانه هي بدرجات الحراره العاليه ممكن تكون اكثر قابليه للفساد. صحيح. الشيء الثاني نحاول انه ناخذ العصائر الطبيعيه قد ما نقدر اكثر من المشروبات السريعه، وخاصه المشروبات تبع الطاقه والمشروبات السريعه الامتصاص. ننبه الاطفال دائما على غسل الايدي قبل الطعام، لانه بيكونوا عم يلعبوا باكثر من لعبه وماشيين بيجوا جوعانين، فالاطفال ما بينتبهوا ابدا. نحاول دائما قبل ما يطلع الطفل نبهه لهالقصه انه غسل ايديك قبل ما تقعد تاكل، لانه هي النقطه كثير 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 مهمه. دائما نحاول انه الاطفال ياخذوا مع الوجبه خضروات، لانه هي حتى فيها قيمه غذائيه عاليه واحتمال انه يكون فيها تلوث او فساد عم بيكون اقل. نحاول نبعد عن الحلويات اللي بتحوي كثير على قشطه، لانه كمان القشطه من المواد اللي هي سريعه الفساد بالصيف بسبب الجو الحار. مهما كان المطعم محافظ على الشروط الصحيه، احيانا الجو الحار لوحده بيساعد على فساد الاطعمه. ننبه الاطفال لتنويات تناول كميات كبيره من الماء، بلشت ترتفع درجات الحراره والاطفال بينسوا تناول الماء، فممكن انا اعطي قنينه المي تبعه، صار في يعني زجاجات ماء كثير حلوه للاطفال خليها تكون معه. ممكن كثير الام اذا الطفل طلع لحاله كل شوي تفتح تليفون تنبهه، يعني اللي بيصير نحن انه الاطفال بيطلعوا الامهات بيلتهوا، اما طالعه تعيد او هي في عندها ضيوف. معلش اكيد حقك كأم انك تستمتعي بالعيد، بس كمان خليكي دائما على تواصل مع اطفالك لما بيطلعوا برات البيت. طيب دكتوره خلينا نحكي، مثل ما قلنا ببدايه حديثنا، الام دائما بتحاول تضبط الطعام وتكون مشرفه على اطفالها لاكل الغذاء الصحي السليم. خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه اللي بتقوم فيها الام على اساس انه هي عم تضبط الطعام وعم تكون فعلا الرقيب على الطفل. هلا الشيء الاساسي انه نحن دائما بنقول، وخاصه الطفل بعد عمر السنه، الطفل صار تناول وجباته الغذائيه هو مثل الكبار، ما عاد في تحديد. يعني نحن قبل عمر السنه ممنوع العسل، ممنوع بياض البيض، بعد عمر السنه صارت تغذيته مثل تغذيه الاهل. اول شيء بده يكون في عندنا وجبه فطور، ما لازم ابدا تستثنى وجبه الفطور. لقوا بدراسات انه، وخاصه طبعا بالنسبه للاطفال اللي بيروحوا على المدرسه، لقوا بدراسات انه الاطفال اللي بيحذفوا وجبه الفطور هن اطفال اقل قدره على الاداء المدرسي وعلى التركيز الذهني بالمدرسه، ولقوا انه هدول الاطفال حتى عملوا دراسات انه قديش علاماتهم بالمذاكرات، وخاصه بماده الرياضيات اللي بتاخذ تركيز عالي، لانه هدول الاطفال اللي بيكونوا بدون وجبه فطور هن قدرتهم على انجاز علامات بتكون اقل من الاطفال اللي بياخذوا وجبه فطور. اذا وجبه الفطور كثير مهمه، بننبه عليها كثير مشان المراهقات اللي بيحاولوا انه يحذفوا وجبه الفطور كنموذج من مثلا النحف، هذا لا، ما يعني ما بتستفيدي انك تنحفي انه تحذفي وجبه الفطور، لا بالعكس حتاخذ كميات اكبر. الوجبه الغداء بده يكون فيها بروتينات ودسم ومواد سكريه الى حد معقول، بده يكون فيها خضار. دائما انا بنبه الامهات انه الطفل ما راح يقعد ياكل صحن سلطه، تمام؟ لذلك انت اغسلي له الخضار والفواكه وحطيها قدامه على الطاوله، قطعه بندوره صغيره، قطعه فليفله صغيره، خياره غسليها. الطفل ما عنده خلق انه يقعد ياكل سلطه، بينما بياخذ قطعه تفاحه، بياخذ خياره، بياكلها هو عم يلعب. فلذلك دائما حاولي انه تكون المواد المغذيه المفيده قريبه من تناول طفلك، والشغلات الثانيه مثل السكريات يكون في فعلا عليها ضابط، وما تخجل الام كثير من الاقارب انه معلش انا عامله نظام غذائي لطفلي، ممكن انه انت اذا اجى لعندك حدا انت في نوع حلويات معين او ضابط معين بتعطيه للاهل، تقليله الكل بيصير دكتور بيعطيه القواعد الاساسيه، تقليله هي معلش اعطيها للولد اذا انت حابب انه تحببه فيه، انا هذا النوع ضابطته، عرفتي كيف؟ شوي شوي بيتعودوا الاقارب على نمط التغذيه اللي انت محددتيه لطفلك. صحيح. نحن بنتشكر كثير دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وبنتمنى عيد هيك يمر بسلام وصحه على كل الاهالي والاطفال يا رب، وبننقل لك مره ثانيه كل عام وانت بخير وصحه يا رب. شكرا لوجودك معنا. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا رب يكون عيد كله صحه وخير على الاطفال وعلينا جميعا. ان شاء الله يا رب.